السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح بالرياضيات المستوى الخامس. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الخاصة بصفحة 190 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس رقم 19 قياس الزمن، التحويلات وعملية الجمع والطرح. نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 1، أضع وأحسب ما يلي. نبداو بهاد العمليه دي، هاد العمليات اللي كاينين من الناحيه ديال الطرح. 30 دقيقه و45 ثانيه ناقص 16 دقيقه و14 ثانيه، العمليه ديجا وضعتها هنا قدامكم. اذا نقوم بطرح الثواني من الثواني والدقائق من الدقائق، وهاد العمليه ما تحتاج تحويلات بسيطه. اذا اهم حاجه اننا نوضعوا الوضع الصحيح. اذا 5 ناقص 4 تبقى لنا 1، 4 ناقص 1 3، ثم 30 ناقص 16، 10 ناقص 6 تساوي 4، ارد السالف 3 ناقص 2 1. اذا هذا الفرق كيساوي لنا 14 دقيقه و31 ثانيه، ونكتبوها في المكان ديالها هنا، 14 دقيقة و 31 ثانية. ثم 15 ساعة و 35 دقيقة و 40 ثانية ناقص 12 ساعة و 30 دقيقة. 15 ساعة و 35 دقيقة و 40 ثانية ناقص 12 ساعة و 30 دقيقة. 40 ناقص لا شيء غتبقى لنا 40، 35 ناقص 30، إذا 5 ناقص 0 5، و 3 ناقص 3 0، ثم 5 ناقص 2 3، 1 ناقص 1 0. إذا 3 تسوي 5 دقائق و 40 ثانية، 3 تسوي 5 دقائق و 40 ثانية، نكتبوها في المكان ديالها هنا. بالنسبة لنا عندي 14 ساعة و 25 دقيقة و 10 ثواني ناقص 11 ساعة و 35 دقيقة و 25 ثانية. حنا وضعنا العملية هنا، دائما هاد العملية ديال الطرح الأول راني ديجا كاتباهم بالأسود، يعني باش تميزوا ما بين السلسلة الأولى والسلسلة الثانية. هنا غادي نحتاجوا مجموعة من التحويلات، ردوا البال معايا. العملية اللي غادي لنا هي هاد الجزء، كيبان لكم الفلاش السهم. اذا 14 ساعة 25 دقيقة و10 ديال الثواني ناقص 11 ساعة و35 دقيقة و25 ثانية. دابا الى جينا نحسبوا من هنا، يعني 10 ثواني ناقص 25 لا يمكن، 25 دقيقة ناقص 35 لا يمكن، ولكن الساعات يمكن. اذا شنو غادي نديروا؟ غناخذوا واحد الساعة من هاد 14 وغادي نحولوها نصرفوها لدقائق، نحولوها لدقائق. اذا الى نقصت ساعة من هنا من 14 غتبقى لي 13، يعني كتبت 13 ساعة، ديك الساعة مش راني حيدتها، غادي غير نرجعها لبلاصة اخرى، يعني نبدلها من بلاصتها. يعني ساعة غتولينا 60 دقيقة، 60 زائد 25 غتعطيني 85 دقيقة و10 ثواني، هذا كنحتفظوا به كما هو. إذا دابا حلينا المشكل اللي كان عندنا على مستوى الدقائق، ولكن مازال مطروح لنا المشكل على مستوى الثواني. إذا غنهزو واحد الدقيقة من هنا وغادي نحولوها للثواني، وبالتالي غتبقى لي هنا 85، ولكن ديك اللي حيدت من هنا غادي نحولها للثانية. دقيقة وحدة هي 60 ثانية، 60 زائد 10 70، ونجزو دابا العملية بسيطة. 0 ناقص 5 لا يمكن، السلف 10 وأرد السلف، 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 3 4، 4 ناقص 5 لا يمكن، إذا السلف 10 وأرد السلف، 14 ناقص 5 9، و3 ناقص 4 4، 3 ناقص 1 و 2 و 3 و 1 ناقص 1 0. إذا هذا الفرق يساوي ساعتين و 49 دقيقة و 45 ثانية. أنا كتبت هنا ساعتين و 49 دقيقة و 45 ثانية. الجزء الثاني ديال التمرين رقم 1 هو الجمع، 8 السوايع و 25 دقيقة زائد 7 السوايع و 25 دقيقة. إذا أنا وضعت العملية هنا بالأزرق، غادي نديروها يعني الدقائق تحت من الدقائق والساعات تحت من الساعات باش ما نخطاوش. إذا 5 زائد 5 10، اكتبوا الصفر واحتفظوا بالواحد، 3 زائد 2 5، و7 زائد 8 15، إذا غتعطينا 15 ساعة و50 دقيقة، 15 ساعة و50 دقيقة، ديجا أنا كتبتها هنايا. ثم العملية الثانية 9 سوايع و27 دقيقة و10 ثواني زائد 35 دقيقة و16 ثانية. 9 سوايع و27 دقيقة زائد 35 دقيقة و16 ثانية، 16 زائد لا شيء 16 و27 زائد 15، إذا 7 زائد 5 12، اكتب الاثنان واحتفظ بالواحد، 3 زائد 3 تساوي 6، و9 زائد لا شيء 9. اذا شنو غادي الاختلاف هنا؟ عندي 62 دقيقه، ما معنى 62 دقيقه؟ ديك 60 دقيقه الى حيدناها غادي نردوها ساعه. اذا هنا 62 يمكن لي نكتبها على شكل 62 زائد 2، اذا نحتفظ ب 16 ثانيه، هاد 2 دقائق وهاد 60 نرجعها لهنا غتعطيني 10 سوايع
وجوج دقائق خاص الانترنت و16 ثانيه. ها هي 10 سوايع، جوج دقائق و16 ثانيه. بالنسبه لنا 6 سوايع و15 دقيقه و55 ثانيه زائد 8 سوايع و46 دقيقه و10 ديال الثواني. نحاولوا نوضع العمليه هنا. اذا 5 زائد 0 5، 5 زائد 1 6، 5 زائد 6 11، اكتبوا الواحد واحتفظوا بالواحد. 2 زائد 4 6، 6 زائد 8 14. اذا هاد 65 يمكننا نكتبوها على شكل 60 زائد 5، وهاد 61 يمكننا نكتبوها على شكل 60 زائد 1. اذا شنو غنديروا؟ غادي ناخذوا هاد 60 ثانيه نحولوها لدقيقه. اذا غنزيدوها على الدقيقه تولي لنا 2. بعد هنا غتبقى لنا 5 ثواني، وهاد ثاني 60 نزيدوها غتولي لنا 2 دقائق، وهاد 60 ديال الدقائق نحولوها لساعه تولي لنا 15 لساعه 2 دقائق و5 ديال الثواني. هذا كل ما يخص التمرين رقم 1. كنتمنى تكونوا كتستافدوا. بارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل. ما تنساوش تدعموا القناه بالاعجاب ولي كومونتير، وتبع الفيديو حتى الاخر. حول الى الوحدات المطلوبه، مطلوب مني انني نحولها هنا للثواني للدقائق. 4 ساعات و27 دقيقه. اذا هاد 4 ساعات شنو هي؟ هي 4 في 60 زائد 27. الا درنا هاد العمليه غادي نحصلوا على التالي اللي هو 267 دقيقه. يعني غير حسبها، هاد 4 في 6 240، 4 في 6 24 صفر هي 240، زائد 27 هي 267. 5 ايام زائد 3 سوايع، هذيك 5 ايام كل يوم فيه 24 ساعه. اذا غادي نديرو 5 مضروبه في 24 زائد 3 غتعطيني 123. هنا نسيت ما كتبتش، ولكن العمليه اللي غنديروا فيها 8914. هذه الثانيه غادي نقسموها على 60. داكشي اللي كاين عندنا جو بونس اني درتها في الورقه الاخرى، غير ما كملتش هنايا. اطون شوف، راني بديت كنجزها هنايا. انتما ها هي 8914 قسمتها على 60، عطاتني 140 دقيقة و 34 ثانية. إذا أولا غادي تكون عندي هنا 34 ثانية، هاديك 84 داك 34 ثانية. هاد الدقائق 148 حنا دزنا، غادي نقسموها على 60، غتعطيني ساعتين و 28 دقيقة و 34 ثانية. أعيد هاديك العملية، غتعطيني ساعتين و 28 دقيقة و 34 ثانية. ساعتين 28 دقيقة و 34 ثانية. بالنسبة لنا 15 دقيقة غادي نحولوها لثواني، 15 في 60 غتعطيني 900. 3705 غادي نحولوها للدقائق، وهذا غادي نقسموها على 60، ما نزيدوش الفاصلة في واحد الحد، غادي نوقفوا داكشي اللي خرج ليا هنا 61 دقيقة و5، وداكشي اللي بقى لي في الباقي هو الثواني 45 ثانية. بالنسبة لهنا 60 دقيقة زائد 60 دقيقة و10 ثواني زائد 9 دقائق و10 ثواني شحال فيها؟ من ساعة ومن دقيقة، وهذا غادي تعطيني ساعة و9 دقائق و20 ثانية. عندنا ديك النتيجة ديجا كتبناها هنا. غنتقلو دابا للتمرين رقم 3. بمناسبة عيد الفطر ذهب رضا وأبوه لصلاة العيد، وصل إلى المسجد على الساعة 8:05. إذا علمنا أن الصلاة انتهت على الساعة 10:04:15، أحسب المدة الزمنية التي قضاها رضا وأبوه في المسجد. فوقاش وصلوا للمسجد؟ وصلوا في 8:05. فوقاش غادروا المسجد أو انتهت الصلاة؟ فوقاش انتهت الصلاة؟ مع 10:04:15. إذا باش نعرفوا المدة اللي قضاوها في المسجد هي فوقاش انتهت الصلاة، فوقاش ناقص فوقاش وصلوا. العملية قدامكم هي 10 الساعات و4 ديال الدقائق، و10 و4 دقائق و15 ثانية ناقص 8:05 دقائق. هنا الثواني ما عندنا، ما نقصنا منهم والو، تعطينا 15 ثانية. 4 ناقص 5 لا يمكن. إذا في هذه الحالة شنو غنديروا؟ ناخذ واحد الساعة مننا غادي نحولوها للدقائق. إذا إلا نقصت ساعة مننا تولي 9، وديك الساعة اللي حولت للدقائق 60، 60 زائد 4 64،
15 ثانية ناقص 8 ساعات و 5 دقائق. 15 ناقص لا شيء 15، 64 ناقص 5 غتعطيني 59 دقيقة، و 9 ناقص 8 غتعطيني 1. إذا المدة التي قضاها رضا وأبوه في المسجد هي ساعة و 59 دقيقة و 15 ثانية. أنا ديجا كتبتها لكم هنا، ساعة و 59 دقيقة و 15 ثانية. بالنسبة للتمرين رقم 4، تسابق جهاد ورضا من أجل الوصول إلى قاعة الرياضة. استغرق جهاد 15 دقيقة و 71 ثانية، واستغرق رضا وقتا أكثر من وقت جهاد بدقيقة و 30 ثانية. وحدد الوقت الذي استغرقه رضا للوصول إلى القاعة. نأخذ الوقت اللي استغرقه جهاد وغنزيد عليه ديك المدة الفرق بيناتهم وغنشوفوا شحال يعطينا. أنا وضعت لكم العملية عموديا هنا، 15 دقيقة و 71 ثانية زائد دقيقة و 30 ثانية. إذا توانينا 0 زائد 1 1، 7 زائد 3 10، 101. بالنسبة للدقائق غنديرو 5 زائد 1 6، 1 زائد 3 1. إذا هنا 16 دقيقة و 101 ثانية. هاد 101 خصنا نحولوها، كتكتب على شكل 60 زائد 41. إذا هاد 60 ثانية نحولوها لدقيقة، نزيدوها هنا وتولي عندنا 17 دقيقة و 41 ثانية. 17 دقيقة و 41 ثانية. بالنسبة للتمرين رقم 5، ماتش دو تينيس ا كومونسي، دو تينيس ا كومونسي ا 15h30 مينيت اي سو تيرمين ا 17h12 مينيت، كومبيان دو طون اتيل دوري؟ واحد المباراة ديال التينيس انطلقت مع 15:30 دقيقة وسالت مع 17:12 دقيقة. شحال دامت هاد المدة ديال هاد الماتش؟ غادي نديرو ساعة الانتهاء ناقص ساعة البداية، نطيحو في نفس المشكل، 17:12 دقيقة ناقص 15:30 دقيقة. 12 ميمكناش نقصو منها 30، غنتلفو واحد الساعة من هنا غتولي 16 ساعة، وهاديك الساعة نحولها لدقائق 60، 60 زائد 12 72، ونجزو العملية. 72 ناقص 30 2 ناقص 0 0، 7 ناقص 3 4، 6 ناقص 5 1، 1 ناقص 1 0. إذا دقيقة و 42 ساعة و 42 دقيقة، هذا هو الوقت اللي دامت هذه المباراة. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 78. كنتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تدعموا القناة بالإيجاب ولي فيديو، تبارطاجيو لي فيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.